مساء الخير، برحب بكل مشاهدينا، اهلا بحضراتكم في طعم البيوت. بنواصل مع حضراتكم هذه الفتره المفتوحه وبنستكمل فقراتنا من خلال طعم البيوت اللي عندنا النهارده من خلاله فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هنتكلم من خلالها عن موضوع اعتقد بيهمنا كلنا نفسنا يبقى شكلنا صغير ونفضل طول العمر شكلنا حلو وصغير من غير تجاعيد من غير شيخوخه. فالنهارده هنقول لكم النصائح اللي تخلينا نحافظ على شكلنا طول العمر وازاي ما نوصلش للشيخوخه المبكره. يعني في ناس حتى صغيرين في العشرينات والثلاثينات بنلاقيهم عندهم هذه الشيخوخه المبكره، ونشوف هل هي شيخوخه تجاعيد ولا شيخوخه احساس ولا ايه بالظبط. الفقره الحواريه الثانيه ان شاء الله هنتكلم برضو من خلالها عن كيفيه يعني التظبيط او التحسين من سمات الشخصيه عند اطفالنا، يعني ازاي نزود من السمات الايجابيه في شخصيه الطفل وازاي نمحو على قد ما نقدر السمات السلبيه في هذه الشخصيه عشان لما يكبروا ويبتدوا يدخلوا بقى مراحل الشباب والنضج ويبقوا شخصيات فعاله وايجابيه في المجتمع. طيب كالعاده احنا عندنا تقرير بنبتدي بيه حلقتنا دايما، وتقريرنا النهارده واحنا بنتابع كده مع حضراتكم فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب بارض المعارض طبعا بتجمع الخامس. الحقيقه انه في فعاليات كتيره قوي وفي ناس كتيره حريصه على ان هي تكون متواجده داخل المعرض كل سنه. احنا النهارده هنشوف من خلال هذا التقرير الفعاليات الخاصه بالمجلس القومي للمراه ودوره في داخل يعني المعرض الكتاب من خلال الندوات وورش العمل الكتيره اللي بيوفرها لرواد المعرض. نشوف مع حضراتكم ونرجع عشان نستقبل ضيوفنا. بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة للعام الثاني على التوالي، يشارك المجلس القومي للمرأة بجناح خاص ضمن فاعليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام هذا العام تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة. النهاردة في ورشة حرة مش ورشة إنتاج. الورشة الحرة دي زي ما حضراتكم شايفين في الخلفية كده السيدات والبنات قاعدين بيعملوا عروسة قفازية. العروسة دي هي مش مجرد عروسة بس للمتعة، العروسة دي تفاصيلها كتير، بيتعلموا منها الخياطة والقص والتفصيل والكوافير وكل حاجة بيتعلموها في العروسة. كمان العروسة دي عروسة تعليمية، يعني الأم ممكن تستخدمها للأطفال، وهو ده بقى اللي يهمني في عروسة القفازية، لأن أنا بدعي إن أنا مسمو عليا مصر حرائص قفازية بالذات القفاز، رغم ان هي مهمه لو هي عروسه صغيره بس انا امنت بيها وحاسه انها ممكن تقدم رسائل كتير عشان كده حبيتها. ولو تسمحوا لي اسلم عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا مبسوطه خالص ان انا موجوده معاكم. كل سنه وانتم طيبين ومعرض الكتاب بيكم منور دايما. سلام. تاني مره بنشترك في المعرض على التوالي. السنه دي بنضم في الجناح هنا اهوت مكتبه المجلس القومي للمراه، وهي مكتبه متخصصه لدراسات المراه والنوع الاجتماعي، وتفيد داخل المجلس وخارج المجلس. عندنا كمان هنا اهوت مطبوعات خاصه بالمجلس بنوزعها مجانا، فيها بتكلم برضو على كل حاجه النوع الاجتماعي وتمكين المراه وكل حاجه عن المراه السياسيه وكل حاجه. وعندنا كمان مكتب للتنميه عند مجموعه كده على تنميه المهارات، ده بيكون بيشاركوا السيدات ان هي تعمل حاجات خفيفه وسريعه في وقت بسيط وتطلع حاجات كويسه. وعندنا كمان مكتب الشكاوي، مكتب الشكاوي ده بيتقابل الناس في كل مكان في المحافظات كلها، عندنا فرع في كل محافظه وعندنا مكتب في كل فرع في مجلس قومي للمراه بيتكلم مع الناس، ولو في اي شكاوي بيقدر يقدم لهم الاجابات الصريحه والسليمه ويقدر يستفيدوا منها ان شاء الله. السنه اللي فاتت شاركنا بنفس التدريبات، والسنه دي حبينا لان السنه اللي فاتت الناس كانوا مبسوطين جدا ان هم بيعملوا منتج ما كانوش في الاول متخيلين ان هم يعملوه. لما بيبداوا معانا التدريب وبيعملوا المنتج وبياخدوه معاهم وهم ماشيين بيبقوا مبسوطين جدا. الشيخوخة المبكرة طبعا ده هاجس يعني مخيف الحقيقة لكل الناس، محدش نفسه ان هو يبان عليه السن حتى لو تقدم في العمر، فما بالك بقى لو حد لسه صغير في السن ويبتدي يبان عليه الشيخوخة المبكرة دي. ايه هي الشيخوخة المبكرة؟ ليه بتحصل عند ناس؟ وهل عند ستات اكتر ولا رجالة؟ انهي سن اللي ممكن يبتدي فيه ظهور علامات الشيخوخة المبكرة؟ ايه العوامل وايه الاسباب وايه طرق الوقاية وايه طرق العلاج
العلاج، لو في طرق للعلاج من الشيخوخة المبكرة، حاجات كتيرة هنعرفها من خلال ضيفتنا دكتورة هالة عسل، استشاري صحة نفسية. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا عبير، واهلا بالفريق العمل الجميل والقناة دي. الحقيقة انا بحب وجودي فيها جدا، لان بحس ان انتوا اسرة واحدة واسرة جميلة كلها حب. بيك انت زيدنا يعني حب وود كمان. اشكرك. اشكرك. اول حاجة عايزين نسأل فيها، يعني هي الكلمة نفسها بتخض، فكرة ان يبقى شيخوخة مبكرة دي بتخض، فخلينا نشوف التعريف يعني العلمي لفكرة الشيخوخة المبكرة. هو الحقيقة الشيخوخة المبكرة في منها وراثي، وده ليها أعراض معينة، وفي شيخوخة إحنا بنعملها بإيدينا وبأفكارنا بقى وبتصرفاتنا يعني طريقة الحياة اللي إحنا ماشيينها. الشيخوخة الوراثية دي بتبقى حاجة مرضية وراثية، وبتبقى موجود الجين بتاعها بيبقى موجود في معظم الأبناء. في عائلات بتبقى هي شكلها كده من هي صغيرة، شكلهم كبير في السن. بالضبط، بيبقى ليها أعراض كمان، بيبقى عندهم قصر يعني القمة بتاعتهم أو الطول بيبقى قصير، حجم الرأس بيبقى كبير عن الجسم لأن الجسم بيبقى رفيع، بيبقى فيه نحافة. الشعر بيقع، حتى شعر الحواجب، شعر الرجالة اللي هي الدراع، الرموش، الكلام ده، دي حاجات بقى وراثية، دي حاجة عضوية أو حاجة يعني إيه مرضية وراثية. ولكن المشكلة دي بقى دي منتشرة ولا لا؟ مش منتشرة، هو جين بيبقى موجود عند بعض الناس، لأن دي ليها علامات جسمانية حضرتك ذكرتيها. لكن الشيخوخة بقى اللي احنا بنعملها بإيدينا دي هي المشكلة، اللي هي الشيخوخة المبكرة، اللي أنا بتسبب لنفسي إن أنا يجي لي شيخوخة مبكرة في جلدي، في شعري، في تصرفاتي، في يعني إحساسي. في إحساسي أنا اللي بعملها بإيدي. على فكرة يعني قبل بقى ما ندخل في القصة دي، أنا عايزة أقول العكس، إنه ساعات كتير تبقى ناس متقدمة في العمر ولكن مش باين عليها السن، فيقولك عشان هي من جوه متصالحة مع نفسها أو هو متصالح مع نفسه فمش باين عليه السن يعني. فده كده يعني عكس تماما اللي احنا هنقوله بقى كله دلوقتي. ده حقيقي. تمام. طيب خلينا نعرف في الأول، يعني الموضوع ده هل مرتبط بمرحلة عمرية معينة ولا ممكن يظهر في أي وقت بقى؟ لا، هو ممكن يظهر في أي وقت. من قلت لحضرتك إحنا اللي بنعمله بمشاكلنا بالحاجات اللي أنا هقول لحضرتك الأسباب بتاعتها. لا يعني حتى لو حد مثلا في العشرينات في الثلاثينات بالحاجات اللي حضرتك هتقوليها هيظهر عليه برضو شيخوخة؟ هو بيجي لي العيادة ناس عندهم شيخوخة مبكرة نفسية، فبيبقى عنده 25، ده بقى اللي بيبقى داخل في موضوع الإدمان. 25-30 سنة بيبقى عنده طبعا يأس عن الحق في الحياة كلها، ده بيبقى عنده شيخوخة مبكرة نفسية، اللي هو حاسس انه داخل في حيطة سد، مش عارف، مفيش حاجة، مفيش أي أمل، أي بصيص نور قدامه، مفيش الكلام ده. وده طبعا نتيجة التربية الخطأ، بنقول في التنشئة الاجتماعية عنده حاجات كتير بتبقى خطأ. فده اللي احنا بنقول فيه. طيب يعني أكتر علامة خاصة بالشيخوخة المبكرة غير الوراثية اللي احنا اتكلمنا عنها، هنا بقى الشيخوخة هنا بتبقى حاجة نفس يعني ظاهرة في النفسية الخاصة بالشخص. بالضبط بالضبط، مش كده؟ الأشخاص اللي ما عندهمش مناعة نفسية أو مش قادرين يقووا مناعتهم النفسية. ما أنا زي ما بقوي مناعتي الجسدية أو المحسوسة أو الملموسة، لابد إن أنا أقوي مناعتي النفسية، مهم جدا. ليها علاقة بالعلاقات الاجتماعية، يعني لو شخص اجتماعي ومندمج مع الناس، هل بتفرق على ما يكون شخص عازل نفسه منطوي مكتئب على طول؟ أكيد أكيد لها علاقة، وبرضو هقول لحضرتك في التنشئة الاجتماعية، يعني مهم قوي دور الأم في التنشئة الاجتماعية وفي بداية تربية ولادي. دايما الشعوب الشقيقة، الأردن، فلسطين، بيدربوا أولادهم أو بيعلموا أولادهم هما صغيرين قوي على المسؤولية وعلى الأدابتيشن، على التكيف، إزاي لو حصل حرب، حصل زلزال، حصل حريقة، حصل مصيبة في بلدي، إزاي أتكيف، طب في بيتي، طب في مجتمعي. مهم التكيف، مهم إن أنا ربي ابني على المسؤولية وعلى التكيف، مهم جدا. لأن أنا صلى الله عليه وسلم قال لك احشوشنوا، بالظبط كده، النعم لا تدوم. بالظبط بالظبط، يعني النصيحه دي مهمه، ان انا اعود ولادي ما نكونش مرفهين، مش بالزبط. كل حاجه متاحه، بالعكس لازم يحس بالازمات يعني. ده حقيقي. وفي مشكله كبيره قوي بلاقيها من ناس بتجيلي العياده كتير، ان انا ما بحسش بالموجود وما بستطعمش بالموجود، ما بستمتعش بيه، بدور على الناقص. عشان كده انا عايزه اقول لحضرتك ولكل فريق العمل والساده المشاهدين، لابد ان احنا نستمتع بالموجود عندي وما ندورش على الناقص. لان انا ممكن يعني حد يجي لي يقول لي انا ما حسيتش بقيمه ابويا غير لما مات. ايوه، انا دخلت في المخدرات ما كانش عاجبني تربيه ابويا ليا، وما مات
حسيت بقيمته وحسيت طب انت ليه ما استمتعتش بالموجود عندك. أوه. نعم كتير صحيح. عشان طبعا هو سيدنا آدم كلنا طبعا عارفين هو كانت الجنة كلها قدامه. وبعدين الشيطان وداه للمش موجود قال حاجة الناقصة. فدي كارثة. انا عايزاكوا تحسوا وتستمتعوا بالموجود. اقوم من النوم الاقي نفسي سليم، عيني سليمة، جنبي سليم، كليتي، كبدي، ولادي، شغلي موجود. انا في بلدي نعمة وآمنة يا جماعة. أنا في بلدي وفي بلد وفي مكان أمين وفي بلدي. يعني بلدنا مصرنا جميلة وبلدنا مستضيفة شعوب شقيقة، السودان، العراق، سوريا. إحنا مش زي دول. أما طبعا مع احترامي ليهم أنا الحمد لله أن أنا بيتي هو بيتي وبلدي وأنا قاعد في بلدي. دي نعمة كبيرة. غلاء إيه وكلام إيه فاضي إيه. أنا كنت في بلد قريب ما كنت مسافرة برا مصر حقيقي اشتريت الخصاية بما يعادل 80 جنيه. أنا في مصر لسه الثلاث خصايات ب10 جنيه يا جماعة. غلاء إيه؟ هو الغلاء عالمي. بس خلينا استمتع باللي احنا فيه. تمام. طيب أنا برضو عايزة يعني الجزئية اللي حكيت تكلمي فيها دي يعني فعلا جزئية مهمة جدا. وعلى فكرة هي مش بس يعني مهمة عشان فكرة الشيخوخة، هي مهمة عشان فكرة الحياة بشكل عام يعني. ففكرة التأقلم أو فكرة إن احنا نبص للنص المليان من الكوباية مش للنص الفاضي، دي تربية ولا دي الواحد بيكتسبها من مثلا من الدراسة وهو في المدرسة بنتعلم الحاجات دي، بنسمع خطب مثلا في الجوامع أو في الكنائس، المواعظ اللي بتتقدم، وسائل الإعلام أو الدراما اللي بتقدم، يعني في عوامل كتيرة بتؤثر في الموضوع ده ولا دي حاجة شخصية نبع من الشخص نفسه بقى؟ لا كلام حضرتك جميل جدا. هو فعلا في مؤثرات كتير ولكن الأم تأثيرها 75% جنب كل المؤثرات دي. يعني في التربية زي ما حضرتك قلت، بس دور الأم مهم عن دور الأب، لأن أم هي اللي قاعدة مع ابنها، هي المسؤولة عن تربية الولاد، هي المسؤول الرئيسي والأول، فهي دورها 75%. بعد كده دور الأب معاها، وبعد كده دور العبادة، دور المدارس، دور وسائل الإعلام، دور مراكز الشباب وهكذا. فالأدوار جميع المؤسسات الأخرى والأماكن الأخرى صغير. أيوة. لكن أهم حاجة عندي التنشئة الاجتماعية. طب. إن أنا أعلم ابني بقلبه جامد يتكيف ويبقى عنده مسؤولية وهو صغير وما ديهوش بقى معلقة ذهب زي ما بيقولوا يعني، خالص. فكرة إن كل مطالبه مجابة دي حاجة مش يعني دي مش نوع من أنواع الحب للأولاد، بالعكس ده الدلال زائد عن اللزوم، فحيوصلهم إنهم هيبقوا شخصيات سلبية. بالضبط كده. بصي هو ربنا رب العالمين عملنا ثواب وعقاب. فلازم أعمل لأولادي ثواب وعقاب، بس أنا ضد البانشمنت أو ضد العقاب يعني اللي باليد أو الضرب البدني يعني، لكن أنا في عقاب أنواع عقاب أخرى. فلازم أنا ابني ما ياخدش هدايا عمال على بطال، لا هو ليه زي ما دايما بقول بحدد لينا أهداف شهرية وسنوية ويومية. لو تم التارجت أو عمل الحاجة بتاعته اللي طلبتها منه يبقى ليه الثواب، ما يبقاش على طول. كويس. طب حضرتك من شوية قلتي إنه ممكن نشوف موضوع الشيخوخة المبكرة دي ظاهرة على الناس اللي هي بتتجه للإدمان. بالظبط. بس خلينا ناخدها من أول السطر بقى، يعني إيه الدرجات اللي بنبتدي بيها، واحدة اتنين تلاتة لغاية لما لا قدر الله حد يوصل لمرحلة الإدمان؟ هو فعلا في عوامل مؤثرة كتير. أول حاجة فيها اللي هي اضطرابات النفسية. الإنسان اللي عنده القدرة بتاعته على يعني ان انا اتحمل المواقف الصعبه في حياتي او القاسيه قدرته قليله. يعني انا ممكن انا وحضرتك نتعرض لموقف واحد، انا اخش مستشفى وحضرتك تبقي سليمه، دي قدرات. صحيح. فمين اللي بيزود القدرات دي؟ زي ما قلت البيئه اللي حواليه من ضمنها الاساسي، العمل الاساسي الام. نمره اتنين هو نفسه. هو نفسه لازم يزق نفسه، لازم يزود المناعة النفسية عند نفسه. يقرأ كتير، يطلع كتير. الوزع الديني مهم قوي في البيت. مهم قوي. لازم أدرب ابني على كل الحاجات دي. فالاضطرابات النفسية هي سبب رئيسي في الـ يعني مشكلة الشيخوخة المبكرة. أنا بقيت ألاحظ أن الاضطرابات النفسية دي سبب رئيسي لكل حاجة، يعني حتى الأمراض العضوية يقولك سببها رئيسي برضو نفسي. ده طبعا أمراض القلب، أمراض الضغط، أمراض حتى الأمراض اللي هي المفاصل والكلام ده كله. أنا عايز أقول إيه؟ طب أنا حصل حاجة في حياتي، أزمة ما انفصال، كلنا بنمر بأزمات. طب أنا لو زعلت الحاجة دي هتتحل؟ لا. فلازم أفكر لو الزعل هيرجع الحاجة دي أوكي هزعل، لكن أنا أفكر ليه؟ أنا أعقلها وتوكل.
انا بسعى. طيب هوية النقطة دي صح، يعني انت صح فيها، وعلى فكرة في ناس كتيرة جدا مقتنعة بهذا الامر، او يعني عايشة بقناعة هذا الامر وعن رضا تام، بس احيانا بتبقى حاجة غصب عن الواحد، يعني اللي هي حاجة نبع من جوانا غصب عننا، وخصوصا بقى لو الشخصيات اللي هي الشخصيات الحساسة اللي بتاخد كل الامور، يعني لو مثلا حد يقول لي صباح الخير بس بطريقة مش لطيفة، فانا ممكن اعيش بقية اليوم متضايقة وعمال اقول في ايه وليه هو انا عملت ايه، يعني بلوم نفسي كتير وابقى قلقانة كتير قوي، لما بس لمجرد ان انا تعرضت الموقف عادي وبسيط ممكن اي حد يعديه. هو فعلا معظم الناس اللي بتجيلي في العيادة من الناس اللي حضرتك بتقول عليهم شخصية حساسة. الشخصية الحساسة دي كمان مش بيجيلها امراض نفسية، بيجيلها امراض عضوية، بتبقى معرضة لامراض سكر وضغط وحاجات كتير وقلب والكلام ده كله. أيوه. فانا برضو الام من احنا بنتكلم بقى من الطفولة. أيوه. الام هتضرب ابنها ان ما بقاش شخصية حساسة. ازاي اتوقع من الاخرين الحلو، ابص للجانب الايجابي من الاخرين مع الاخرين بس، زي ما قلت لحضرتك نقطه مهمه قوي، انا ببص لايه؟ ببص للموجود عندي، الموجود في بيئتي مع امي مع ابويا في نفسي مع اصدقائي، وما ببصش للناقص مع كل دول. يعني زي ما حضرتك قلتي برضو نص كوبايه المليان، انا عمري ما هكون كامله ولا حضرتك ولا اي حد. صحيح. كلنا عندنا حاجات. صحيح. فلازم اتعامل مع الناس اللي عندهم نواقص، لان انا اصلا عندي نواقص وما فيش حد تفصيل، فلابد ان انا اتعامل كده. الام متاثر. تاني حاجه الانسان نفسه يدرب نفسه على انه ما يبقاش شخصيه حساسه. يعني مثلا حضرتك قلتي صعبه قوي دي. لا مش صعبه خالص. والله اتوقع ان حضرتك بتقولي صباح الخير حتى لو مكشره، يمكن كان عندها ظرف مثلا، يمكن حد يعني اتوقع الحلو. اتوقع الناحيه الايجابيه. ما كمان في نقطه مهمه قوي من ضمن الحاجات برضو اللي بتاثر على الشيخوخه المبكره، ان انا باسترجاع المواقف اللي عندي السلبيه. مين اللي بيتاثر لما بقعد افتكر الذكريات السلبيه؟ مين اللي بيتاثر؟ انا. يبقى ارجعها ليه؟ انا بسال حضرتك والساده المشاهدين، ليه اقعد افتكر ده بنت عمي او جوزي من 20 سنه عمل لي ما اعرفش كذا كذا، وبعدين اما اجي اتخانق مع اي حد من دول اجيب من اول السطر من 20 سنه؟ تمام. بدل الصفينه. طب يعني اذا زي ما بيسموها ايه، التغاضي او التغافل، دي نمره اساسيه جداً. او نمره واحد يعني. التغافل مهم جدا. التسامح مهم جدا جدا، ان انا اتوقع ان هي الايجابيه او الناحيه الايجابيه مع كل الناس. طب لكن لو انا فعلا بمر بظروف صعبه، يعني فعلا حقيقي محطوطه في ظروف فعلا صعبه، وفي حتى الناس حواليا متعاطفه معايا، اعدي بقى من ده ازاي؟ افكر تفكير ايجابي، اقرا كتير اولا عن الظرف اللي عندي، لو ظرف مادي مثلا اقرا كتير ازاي اعدي منه، زي الناس عدت منه، اسال كتير. ما اقعدش حاطط ايدي على خدي واغني او اتحسر يعني. لا، انا لازم اقرا كتير، اعرف الناس اللي عدوا بنفس الازمه دي عملوا ايه، واعمل ستابس، اعمل خطوات سريعه ناحيه الحل. ولو ما فيش حل اشوف بديل للحل. طب اكتر ناس يمكن بحس انا كده ان هم ممكن يكون بيبان عليهم الموضوع ده هي الستات. يعني الستات بتيجي في مرحله كده معينه تبتدي تقول لك انا ما عشتش حياتي ووهبت عمري كله للبيت وللولاد وانا في الاخر كبرت وعجزت، وعلى فكره ما عجزتش ولا حاجه، بس هي بقى عندها احساس داخلي ان هي بقت عجوزه. لا، هي اكيد زرعت وهتحصد. ما فيش حد ابدا في الدنيا دي هيزرع وما يحصدش. وبعدين لو زرعتي شوك هتجني شوك، لو زرعتي حب هتجني حب. فدايما اي حد لازم يقول يندم على عمره اللي راح، لا، فانت عندك ولادك بام مثلا حاجه كبيره مثلا. اسستي ما عمرك ما راحش ولا حاجه. الحمد لله بنشوف. بس انا عايزه احس ان انا لسه يعني الحياه قدامي، هي دي النقطه، ان الناس بتفتكر ان العمر عدى خلاص. لا، انا ممكن يبقى عندي 90 سنه وما عنديش شيخوخه. صحيح. وممكن يبقى عندي 20 سنه وعندي شيخوخه. لبسي شكلي مبهوقه تخينه مبهدله نفسي، كلامي خروجي مش منظمه، بيتي لبسي يعني يعني ابقى منمقه في حياتي حتى لو عندي 90 سنه. يعني انا شفت سيدات فعلا فوق ال 80 شكلهم، ماليش دعوه انا بشكلهم، يعني الابتسامه حتى سنانها الهيئه العامه. ايوه. في حد اشوفه مثلا عنده سنه وقعت، طب ليه ما تروحش تعملها مثلا؟ حتى لو يعني تروح مستشفى حكومه مثلا تعملها. يعني احنا عندنا الحمد لله الاسعار مختلفه خالص. الجماعه برضو هرجع للجماعه اللي بيقولوا الاسعار، الحقيقه انا جايه من البلد اللي انا كنت فيها دي،
يعني عارفة أن يعني بلدنا جميلة وأكلها جميل، الطعم الأكل برا مختلف. لا وحتى كمان يعني حضرتك لما بتقولي كده دلوقتي يعني حتى برضو إحنا عندنا حاجات طبيعية في البيت ممكن نعمل بيها ماسكات وحاجات يعني مش لازم نشتري كريمات غالية وحاجات زي كده، بس تحسس نفسها فعلا إنها بالزبط. جميلة وإنها لسه حلوة يعني. مهم قوي للست اللي حضرتك بتقول عليها دي تعمل استرخاء. مهم قوي أعمل استرخاء ساعة في اليوم. استرخاء يعني مش جسمي بس، لا أرمي كل حاجة من دماغي. ذهني كمان. ذهني مهم قوي، مهم الرياضة قوي ليها. طبعا عايزة أقول من ضمن الأسباب برضو التدخين، الإدمان، إدمان الكحوليات بقى أو الدراجز أو المخدرات. كمان التعرض للشمس فترة طويلة بيعمل طبعا شيخوخة في الجلد. وأنا دايما أقول يا جماعة أهم حاجة شيخوخة القلب. لو ما عنديش شيخوخة في قلبي مش هيظهر لي في وشي أي علامات شيخوخة. أحلى حاجة قلتيها أهم دكتور حاجة. دي أهم حاجة. يعني أنا سعيدة بالكلمة الجميلة اللي حضرتك ختمتنا بيها اللقاء دوت. فعلا الإحساس اللي نابع من القلب هو اللي بيظهر على الوش، فالشيخوخة شيخوخة القلب. ده كلام جميل. دكتورة هالة عسل استشاري صحة نفسية، أنا بشكرك جدا يا دكتور، نورتينا وإن شاء الله يا رب دايما نتقابل كده ونشوف هذا الوش السامح البشوش الجميل. إن شاء الله. وأنت ابتسامتك جميلة جدا على حبيبتي، ربنا يخليك. بجد أنا سعيدة بوجودي معاكم في القناة الجميلة دي وفي حضرتك وفي فريق العمل، أشكركم جدا. شكرا ليك. شكرا ليك يا جماعة. يعني فعلا الواحد كل ما يبقى إحساسه الداخلي حلو كل ما هيبقى باين عليه خارجيا، والموضوع ملوش علاقة بالسن أبدا. الواحد مهما تقدم في العمر طول ما هو راضي وحاسس إنه عنده مشاكل، مفيش حد ما عندوش مشاكل. خلينا نحط مليون خط تحت هذا الموضوع، بس طول ما أنا حاسة إن مشكلتي دي يمكن تكون أهون من مشاكل ناس تانية كتير، كل ما هيبقى عندي رضا وكل ما هيبان على شكلي إن أنا حد صغير مش حد كبير. تفائلوا بالخير دايما تجدوا.